بسم الله وعلى رسول الله وفي سبيل الله. يمكنني أن أقول أن العملية الأسبوعية التي قام بها أخي وحبيبي سمير في مبنى الحاشمية العسكرية على الأرض كانت في وجه الله وليس بسياسة على الإطلاق. أول من صلى في محراب موسى الصدر استشهاديا. أبكى شارون الاستكبار والإرهاب بقبضة أمل الأحرار والتي إرثها من كربلاء التضحية. كنت أرى أمامي مقر الحاكم، في لحظة واحدة كنت أراه سليما وبعد لحظة رأيته يتهدم ببساطة. عندما فتحت عيني كان كما لو أنه صمت القبور، وكان فمي مليئا بالرمل وبالغبار. حاولت أن أسمع صوتي ولم أنجح، وعندما رفعت عيني رأيتهم معلقين على خط التوتر العالي كما لو أنهم على حبل غسيل، جثث محروقة مثل الفحم. طرت في الجو وللحظة اعتقدت أن هناك وهما ما، ماذا يمكن أن يحصل؟ لكن بعد ثوان وقعت وسقطت علي كل الأشياء، الخشب، الجدران والسقف، وكنت عالقا في الداخل في الظلام، وكان هناك اختناق ومن الصعب التنفس. بدأت أسمع صرخات كل الجنود من حولي الذين يصرخون أنقذونا أنقذونا. أحمد قصير وزفته أمل بعرس مصري، إنه فاتح عهد الاستشهاديين. أحمد قصير شهيد أمل.